حيث تم التعامل خلال هذه الفترة بعنف شديد من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والمرافقين، وقد انتهى الأمر باعتقال عدد من الطواقم الطبية وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية بتنسيقها لإخلاء الجرحى والطواقم الطبية. ثانياً، يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الزملاء المعتقلين وسلامتهم. That Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. Decades ago, we were running the place, so we held them. It was decades, many decades ago, probably four decades ago, that we helped them to build these bunkers